الاهلي نبارك له على الفوز باول 3 نقاط في دوري المجموعات. يا كابتن محمد الف مبروك. الو الو يا كابتن محمد الف مبروك. مبروك يا كابتن اسلام، الله يخليك. تحياتي الكابتن ماهر والكابتن بلال والكابتن اسامه. كابتن ماهر والكابتن اسامه مبروك يا كابتن بلال. كابتن احمد بلال. يعني كابتن يوسف، اعتقد ان 3 نقاط مهمه جدا في بدايه المشوار في ظل مباراه صعبه للغايه. يعني واحنا قاعدين احنا الاربعه بنتفرج على المباراه قلنا ان ده نهائي مبكر للبطوله الافريقيه. هو فعلا المباراه صعبه جدا، وزي ما احنا قلنا فيتا كلوب فريق قوي، وصل فاينل كونفدراليه لسه من تقريبا شهر ونص. نعم. عنده عوامل وروح وسيستم البطوله او سيستم الفرقه اللي بتوصل نهائي يعني. فطبعا دي المباراه كانت صعبه، لكن احنا كان تصميمنا وكلامنا مع اللعيبه ان احنا لازم نعمل بدايه قويه تختلف عن البطوله اللي هي لسه خلصانه، البطوله اللي فاتت، فكان لازم يبقى بدايتنا قويه. والحمد لله انا شايف النهارده ان احنا ادينا مباراه جيده جدا، رغم ان اتطرد من فيتا كلوب لاعب، لكن برضه هم ادوا بشكل تقدر يعني تقدر تحس ان هم ما تاثروش قوي خالص. لكن في نفس الوقت احنا قدرنا ان احنا نمسك الملعب، قدرنا ان احنا نشتغل بشكل كويس جدا عليهم، وفي نفس الوقت كمان راحت لنا اكتر من فرصه. انا اعتقد ان كان ممكن الفرص اللي استغلناها كانت ممكن تضعف النتيجه، لكن في النهايه انت حققت الهدف من المباراه وخدت الـ3 نقاط في بدايه مشوارنا الحمد لله. كابتن انا عايز اكلم حضرتك في 3 نقط مهمه جدا. اولا، هل هناك انخفاض في اللياقه البدنيه بيبقى حصل في الشوط الثاني مثلا، لان الناس ملاحظه ان ده حصل في الـ3 أو 4 مباريات الاخيره وده سببه اجهاد او كذا؟ بتلعب كثافه ماتشات بلعيبه بدون تدوير. الله يبارك فيك. بدون تدوير، فدي طبعا نقطه مهمه جدا. يعني النهارده انت بتلعب يوم 4 وبعدين بتلعب 8 وبعدين بتلعب يوم 12، فانت بتلعب من في خلال 7 أيام او 8 أيام بتلعب 3 مباريات، و3 مباريات قويه. يعني اذا كنت بتلعب مع بيراميدز، سموحه في اسكندريه، ثم بدايه بطوله افريقيا، فدي نقطه مهمه جدا احنا لازم ناخد بالنا منها. يعني لابد ان احنا ناخدها في الاعتبار، بس في نفس الوقت انا شايف ان احنا ادينا مباراه كويسه، حتى لما في بعض الاوقات المعدلات بتقل شويه بتقدر تستحوذ وبتقدر تمسك الكوره، لكن انا شايف ان احنا ادينا مباراه كويسه، مباراه يعني مشيانا على الطريق او مشيانا على المنهج اللي احنا ماشيين عليه. وانا شايف المباراه اللي جايه كمان هتبقى ان شاء الله في يعني زياده في المستوى وزياده في حته البدني. يعني ان شاء الله المباراه اللي جايه يوم 18، فانت النهارده من 12 ل 18 عندك 6 ايام، هتفرق معانا قوي ان شاء الله في اللي جايه، لما تاخد راحه بينيه بين الماتش والتاني 5 6 ايام غير لما تاخد 3 ايام. تمام. تاني حاجه كابتن، مشكله اضاعه الفرص. يعني الشوط الاولاني كان من الممكن جدا ونادي فيتا كلاب وهو مكتمل الصفوف كان ممكن يبقى النادي الاهلي كسبان في اول 30 دقيقه مثلا 2-0 مثلا، ولكن برضه لسه محتاجه هدوء شويه. محتاجه يعني فعلا رمضان جات له واحده في اول 20 25 ثانيه وبعديه وليد جات له. يعني عايز اقول ان احنا بنوصل، ودي ظاهره صحيه جدا ان انت بتوصل، يعني معناه كده ان في شغل بيتعمل وفي جرأه في الثلث الاخير. اكيد مش هتفضل مقفله معانا، اكيد يعني الدنيا هتفتح معانا ان شاء الله، لكن انا بقول ان احنا بنوصل، وطالما بتوصل وليك خطوره في الثلث الاخير وفي البوكس بتاع الخصم. نعم. فدي لكن ممكن تكون محتاجه بعض الخبرات شويه، في مواقف اخرى محتاجه بعض الهدوء شويه. واحنا شغالين عليها، مستر لازارتي والجهاز كله شغال على الحته دي، ان احنا لازم نستثمر الثلث الاخير ونستثمر الفرص اللي بتجيلنا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. كابتن، الاصابات واصابه مروان محسن اعتقد ان هي برضه ما زالت مشكله راس حربه في ظل غياب وليد ازارو لمده 1.5 شهر لسه تقريبا، ومروان الله اعلم. ومروان عنده ايه يا كابتن؟ مروان حاسس بشد في العضله الاماميه، تمام، لكن الدكتور لسه بيكشف عليه ولسه مش هيستعجل في الحكم على الاصابه، لكن هو اشتكى من العضله الاماميه، ففضلنا ان احنا نغيره وهشام محمد الاصابه ما تتفاقمش. يعني
هشام محمد. لكن تشخيصها ايه بالظبط دي الدكتور بقى بهدوء كده، لان انت عارف الاصابات العضليه هتاخد وقتها شويه ولازم تشوفها ثاني يوم يعني. طب وهشام محمد يا كابتن؟ هشام شعر برضه بإيجاد خفيف كده في الخلفية، كل دي ظواهر من أنت بتلعب كثافة ماتشات عالية. برضه في الخلفيات شوية، فبرضه فضلنا إن إحنا نريحه ونزلنا ناصر ماهر من رقم 10 أو من تحت رأس حربة يلعب بوسط ملعب مع السولية، ونزلنا كريم نيدفيد وحمودي. تمام. لاسارتي بعد المباراة عرفنا إن هو قعد مع الفريق، قول لنا كواليس الخمس دقايق اللي قعدها مع الفريق. مين؟ لاسارتي بعد المباراة قعد مع حضراتكم في غرف الملابس. ايه اللي حصل؟ بعد المباراة؟ اه؟ بعد المباراة يعني؟ بعد المباراة على طول. اه. لا 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 لا. هو ما حصلش حاجة. دخل بارك للعيبة وباركنا لبعض كلنا وخلاص، هو وبعد كده توجه للمؤتمر الصحفي يعني. تمام. أخيرا يا كابتن محمد، يعني زي ما قلت لحضرتك مروان ووليد ازارو صلاح محسن احتمال يخش بعد مباراه او هيخش بعد مباراه اللي بعد المباراه القادمه، كيف سيتغلب النادي الاهلي على هذا الموضوع؟ بص هنشوف يعني، لازم نلجا لحلول برضو، مش هنوقف. والمشكله دي قابلتنا في مباراه سموحه. نعم. يمكن كان ازارو برضو مصاب ومروان كان واخد ثلاث انذارات، وقدرنا نحل بشكل يعني مش اعتيادي او بشكل مش اللي هو معروف، فدي ممكن نشتغل بيها برضو في المباراه اللي جايه وتركب يعني. خلي بالك ممكن تناسب قوي السيناريو بتاع المباراه اللي جايه مع شباب الصور الجزائري، فخلينا شباب الثوره، اسف شباب الثوره الجزائري، فدي مهمه جدا ان احنا يعني نفكر فيها الفتره الجايه، وخلينا نشوف السيناريوهات ايه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي يعني. بس انا مش عايز استعجل في الحكم على الاصابات وهل حد ممكن يخش لنا ولا لا. ممكن صلاح محسن يخش لنا، ممكن مروان ما تبقاش بالشكل القوي، خلينا نشوف يعني. تمام. كابتن محمد اخيرا، هل في حد تمت اعارته بصفه رسميه او بشكل رسمي في النادي الاهلي ولا لسه؟ من اللاعبين المتواجدين يعني. حتى الان يعني انا كل تركيزي في المباراه النهارده، ف اخر بقى المستجدات في الاعارات والحاجات دي ممكن ترجع للكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام. بس لغايه المباراه احنا كان كل تركيزنا في المباراه النهارده، ما كانش في اي حاجه يعني. الف الف مبروك يا كابتن محمد، ثلاث نقاط هامه جدا في طريق النادي الاهلي للصداره في هذه المجموعه، يعني كلام محترم كابتن بلال. طبعا.